أهل الشؤون، أهلا بكم. المواطن الكريم ومنسوبينا في وزارة الداخلية هما الهدف الأسمى الذي نسعى من خلال برنامجنا لسماع مقترحاتهم واستفساراتهم وحتى الشكوى. فوزارة الداخلية لم ولن تدخر أي جهد يصب في خدمة أهلنا وشعبنا، فالأبواب المشرعة والمتعددة تبقى لخدمة الناس، وأهل الشؤون ما هو إلا باب من أبواب وزارة الداخلية. إن التعاون ما بين دارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن فتح الأفق أمام برنامج أهل الشؤون الذي انطلق بشعار رفعته الوزارة: الشرطة في خدمة الشعب. كل العمل هو بالتوجيه من مراجع العليا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي السيد وزير الداخلية المحترم الأستاذ عبد الأمير كامل الشمري والسادة الوكلاء في الوزارة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، والمقدم محمد علي الحسون من دارة العلاقات والإعلام. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخير أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية برنامج الشؤون، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات ضمن مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال وزارة الداخلية، أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل الوزارة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نور أسلان عزيز. صباح الخير أخي العزيز. صباح الخير عليك سيدي العزيز، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج الشؤون، نذكر أن البرنامج يرتبط مع إذاعة الفرات ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب، أكيد أرقام الهواتف ستكون مع زميلنا المخرج نورس العنزي. فاصل ومن ثم الشؤون. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام وبرنامج اهل الشؤون. نذكر اللي يتصل بينا يسمعنا عن طريق الهاتف، واذا عندك شكوى خاصه رجاء دون ذكر اسماء منعا للتشهير او ما شابه. نعم. اول اتصال واهل الشؤون، صباح الخير تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك تفضل. الله يسعدك اخوي الكريم. اهلا وسهلا بك. علينا وعلى كل شعبنا العراقي، تفضل اخوي. برنامج طيب. شكرا لك. برنامج قيم. وانا اشكركم. أشكر السيد وزير الداخلية على هذا البرنامج. شكرا، تحياتنا للسيد معالي السيد وزير الداخلية. أنا ثاني مرة أتصل بهذا البرنامج. نعم. حقيقة أنا عندي تغيير لقب وأنا سبق أن اتصلت بكم. نعم. ما صار السنة الخامسة من 16/10/2018 ولحد الآن. يعني أنت جنابك كنت مروج طلب عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة؟ نعم نعم، لا عندي موافقة السيد الوزير، لكن عندي تشابه أسماء مادة 4 إرهاق صار مرة ثانية. أنا يعني التشابه فارغ. جهة الطلب وين؟ جهة الطلب دياله وسدة الهندية. نعم. فأنا أريد هذا بالنسبة هاي المعاملة مع تجاية موافقة من محافظة دياله، بأن مو أنا المقصود بهذا الاسم. جيد. بس الكتاب ضايع بين الاستخبارات وبين أحوال الكرخ. يعني هان هسه من 2018 لحد بس لحظة. جنابك الاستخبارات دياله عندك رقم وتاريخ نعم. الموجه إلى الأحوال؟ نعم يقول الكتاب مو انا المقصود بهذا امر الخبر. ايش قد رقم الكتاب اللي متوجه من الوكالة الاستخبارات الى الاحوال؟ دائرة الاستخبارات الى الاحوال. ايش قد؟ اعطيك رقم استاذ؟ نعم. رقم وتاريخ. رقم وتاريخ يوم 19/11/2018. يعني من سنة 2018 الاجابة؟ اي نعم، ولحد الان كل ما اروح له يقول لي ما موجودة وهذا كتاب. ايش قد رقم وتاريخ الكتاب؟ تاريخ الكتاب 21/1600
621 في 19/11/18 19/11/2018 هذا اسمك الرباعي. بس اسمح لي اسمك الرباعي انطينا مثال. هذا من استخبارات الجوالة، هذا من الاستخبارات الى دائرة الجوازات ونفوس الكرخ، احوال الكرخ، دائرة احوال الكرخ. نعم زين، مو انا المقصود بها. زين الكتاب اللي راح لقيادة شرطة بابل ادياله بابل مو عندك ضمن سدة الهندية؟ ما موجه كتاب، ما اعرف ليش ما ادري. منو الموجه؟ دارة الاحوال؟ دارة الاحوال؟ نعم نعم. هي نفس احوال الكرخ؟ نعم احوال نفوس الكرخ. اسم جنابك الكامل؟ طين الرباعي. علي عباس، عبد عباس. اطلب من الله ومنك، عندي طلب. نعم. اطلب مقابلة السيد وزير الداخلية المحترم. عباس، عبد عباس شنو؟ عباس، عبد عباس خلف. خلف، اخي العزيز. بخصوص مقابلات معالي السيد معالي وزير الداخلية المحترم، تكون عن طريق مدير مكتب شكاوى المواطنين. انا مقدم. اذا نعم. انت ضمن الاجراء اذا مقدم. نعم. جنابك اي اسم ما يروح حقك، واكيد نعم. راح يتم تحديد موعد لمقابلتك. يعني هاي واحدة المقابلات. النقطة الاخرى احنا نقدر نعم. نعاونك تراجع نعم. مقر الشؤون الداخلية في وكالة الاستخبارات. العميد عقيل مدير شؤون وكالة الاستخبارات راح ننادي باسمك حتى تراجعه وتاخذ اولياتك. نعم. عميد عقيل مدير شؤون الاستخبارات. نعم. تندل مقر شؤون الاستخبارات مدير شؤون بالمسبح. نعم. راح يكون اسمك بالاستعلامات وينتظرك السيد العميد. نعم. حتى بدوره يتابع لك باقي الاجراءات. بس تاخذ كل اولياتك والمخاطبات. عباس زين، هو هسه حتى الاسم استاذ بلا زحمه عليه. نعم. يعني هو مو بس عاني، يعني اكو هواي ناس مثل هذا الاسم. بالتاكيد. الاسم اللي علي امر قبل شو اسمه؟ نعم. تنطيك اسمه؟ نعم. اسمه عباس. عبد العباس ظاهر العزيز، يعني ما يشبه اسمه بعيد. لا شنو ليش قالوا لك عندك تشابه؟ هاي ماذا هذا ابو الحاسبه حط له هذا الاسم. اخي العزيز بعيد عنه. اخوي العزيز اسمح لنا حتى ما ناخذ الوقت كله وياك. نعم. تراجع مقر الشؤون الداخليه في بغداد الرصافه. استخبارات. لا عفوا يعني عميد جواد. نعم. الصافي مدير شؤون بغداد الرصافه اللي هو يشرف على عمل دائره الاحوال. نعم. زين تراجع العميد عميد جواد الصافي، راح يكون اسمك بالاستعلامات في منطقة البلديات ضمن حماية المنشآت إن شاء الله. اسمع النداء وتوجه. برنامج الشؤون للسيطرة. ألا بمراقبة كافة الأجهزة، بمراقبة السادة مدراء الأقسام، مدراء الشؤون الاقتصادية، ضباط الصخر، المقرات الفرعية بغداد وكافة المحافظات، بمراقبة من السيطرة المركزية لبرنامج الشؤون. صباح الخير سيدي، الله يسعدك في الساعة الثانية برنامج السمع الجيد. تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المواطن المتصل بنا بحلقات سابقة عباس عبد عباس خلف، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات ومتابعة إجراءات معاملته حسب ما يخبرنا أنه عنده كتاب معنون من وكالة من مديرية استخبارات ديالة إلى دائرة أحوال الكرخ، رقم الكتاب 21621 في 19/11/2018. يراجع ضمن احوال الكرخ حسب ما يدعي، ولحد الان اي اجراء ما صار عند نقل نفوس متابعه موضوعه وكذلك تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات في حال حضور المواطن. سلمت من السيطره المركزيه الى برنامج الشؤون. نعم سيدي تو مروه حاليا سلمت حضرتك على وجه النداء في الوقت الحاضر. الو مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي. نعم سيد عميد جواد. أخي الله يبارك بجهودكم بخدمة الوطن وخدمة الناس. صباح الخير عليك وعلى الجميع. تحياتي للأخ المقدم سيف والمقدم محمد. شكرا سيد. وقادة قناة الكرات الفضائية والسيطرة المركزية للمشاهدين الكرام. لا الأخ المتصل عباس عبد سيف ومديرية الأحوال المدنية والجوازات المقامة، كذلك الأخ المقدم حبيب مدير الشؤون وسيتم تسجيل اسمه بالاستعلامات بالاجراء اللازم. اشكرك بارك الله فيك. وبامكاني يتوجه المقر القديم اذا احب. اشكرك. شكرا سيدي. شكرا مدير شؤون بغداد الرصافي. شكرا سيدي. نعم واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي حضرتك على مسمع. تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء، كذلك عن طريقك منادات السيد مدير شؤون وكاله الاستخبارات العميد عقيل المحترم فيما يخص اجابه الحلقه السابقه. بارك الله فيك. مدير شؤون الاستخبارات. مدير شؤون الاستخبارات اجب سيدي. الله يسعدك على مسمع من نداء.
بارك الله في وجهك. السلام عليكم، تحياتنا لك المقدم سيف. شكرا سيد العزيز. لك المقدم محمد. شكرا سيد العزيز، ممنون. بخصوص اتصالك اتعجول السيف اليوم القريشي الحلقة السابقة، مرفوع اسمه ضمن القوائم تسجل 138 يعاد الى الخدمة، مجاهد ينتظر رفع اسمه ضمن قوائم العودة وانتظار تعليمات الفحص الطبي. يعني نعم. اسمه موجود ضمن القوائم تسجل 138. نعم سيدي، شكرا. مدير شؤون الاستخبارات، شكرا سيدي عمار حاليا. ايضا سيدي برنامج الاسلام اخو جابر سيد مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه حاليا. انا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه سيدي. نعم سيدي عقيد احمد، تفضل. نعم عقيد احمد سيدي، تفضل. اذا الحين تمين النداء. مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه جد. نعم. انا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه اخي، صباح الخير. العقيد احمد المحترم، نعم تفضل. صباح الخير سيدي، تفضل. اخي صباح الخير، تحياتي للسيد المقدم سيف مقدم محمد المحترم. شكرا سيد العزيز. بخصوص المتصل ياسين طه، لعدم صدور امر الغاء تعيينه، تم استدعائه 2019-2020 بخصوص جميع اللي على شاشته لكنه لم يحضر. نعم يحضر. وللمعلومات تم تثبيت اسمه، وهذا اليوم قابلني وتم تنظيم استمارة مقابلة يم اللواء النمير لغرض إجراء اللازم وفقا للضوابط والقانون. تحياتي، أشكرك. سيدي الله يسعدك، شكرا. عمر حاليا برنامج الشرطة تدير معلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات، شكرا، بارك الله بك. نعم أخي العزيز، شكرا لك سيدي عميد جواد، وشكرا لك سيدي عبيد عقيد أحمد، عقيد نعم. أحمد المحترم، شكرا لكم على تواصلكم المستمر مع برنامج الشؤون خدمة المواطن الكريم. نعم اتصال والشؤون، صباح الخير، تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، أهلا وسهلا سيدي. أنا اتصلت قبل فترة بس كانت نهاية حلقة، سألتكم اسمي بس ما سمعت. شو اسم جنابك؟ ربع انطينا. أنا من الشرطة الاتحادية. أبطالنا الشرطة الاتحادية. ليث سعد مهدي عبد. ليث سعد مهدي عبد. أي حلقة اتصلت بينا؟ شنو موضوعك يا ليث؟ أنا من شريحة الهروب. ليث سعد مهدي عبد. منسوب أي فرقة؟ أي لواء؟ الفرقة الثانية اللواء السابع الفوج الثالث. الفرقة الثانية، أصور أعطاك إجابة في وقتها السيد العميد. لواء السابع. الفرقة الثانية اللواء السابع. لا سيدي، كان يوم اثنين وما لحقت على الإجابة. اسمع، إحنا البرنامج يوم أحد وأربعاء فقط، ما عندنا يوم اثنين. اللواء السابع. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. جيد سيدي، تفضل. أشكرك أخي العزيز عن طريقك منادات السيد مدير شؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم فيما يخص إجابات الحلقة السابقة، وكذلك المتصل ليث سعد مهدي منسوب الفرقة الثانية اللواء السابع بخصوص موضوع إعادة إلى الخدمة آخر إجراء بحقه. من السيطرة مركزية برنامج الشؤون السيدي في أمر واضح حاليا سلمت. ألو مدير الشؤون الاتحادية يا سيدي. مدير الشؤون الاتحادية، أشكرك على مسمع النداء الأخ مقدم سيدي المحترم. شكرا سيدي العزيز. تحياتنا إلى تحياتنا للأخ مقدم محمد ولكم سادة الفقراء. شكرا سيدي عميد محمد. بالنسبة للأخ المتصل، إحنا من ذيك الحلقة جاوبنا. نعم. أنه باقي على التخصيص المالي. صحيح. إجراءاته مكتملة وباقي على التخصيص المالي فقط. نعم. وعندنا متصل أيضا للحلقة السابقة. يا سيدي. مفاز فضال صادق مشي. نعم. بعد تطبيق معلوماته مع إدارة الشرطة الاتحادية بخصوص معاملة العودة من الهروب، تبين أنه إجراءاته ما مكتملة عليا مراجعة وحسن. جيد، يراجع لوحده الأخ فائز. نعم. نعم. مدير شؤون الشرطة الاتحادية سيدي الله يسعدك، شكرا. نعم واضح حاليا وسلمت. البرنامج الشرطة سيدي حضرتك على المسمع، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من النداء، شكرا، بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد محمد، تحياتنا لك. إذن فائز صدام قاطع، مراجعة وحدتك، إجراءاتك غير مكتملة، والأخ ليث باق على التخصيص المالي، تحياتنا. إجراءاته مكتملة أيضا، إجراءاتك نعم. مكتملة، باق على التخصيص المالي، تحياتنا نعم. لك. واتصال، ألو شؤون، تفضل. نعم. ألو ألو، تفضل. ألو ألو، تفضل أخويا. صباح الخير. صباح الخيرات اخي العزيز، شلونك اخوي، شلون الصحه؟ يسلمك الله ويخليك. انا المواطن محسن حسن كريم. محسن مواطن حسن كريم. حسن كريم، مين تخابرنا محسن؟ انا من بياع.
اهلا وسهلا بك. نعم. الله يخليك يحفظك ابويا. انا قدمت على نقل نفوسي من خانقين لبغداد. نعم. حصلت على موافقه الوزير بشهر السابع. سيد الوزير. وتدري انت معامله والاستخبارات والامن تسال علينا وهاي، كملت المعامله. نعم. ورحت الخانقين، صار ثلاث مرات اروح الخانقين. المهم كملت المعامله ونقل نفوسي للمنصور. زين. نقلوه عبر الانترنت، فرحنا المنصور قال له يا بتعال صور. صورت انا وعائلتي، صورنا وانطونا رقم الكودات كامله احنا انا عندي وصورت وكملت، ومن راح للتدقيق حتى اعطونا رقم مال الهويات من يعني بهذا استلمه. ابو التدقيق كان يقول لا لا اوقف انتم خانقين ماذا 140. وقلت له اخي انا ابويا من 59 ببغداد، انا بيتي ببغداد، اولادي ببغداد، حتى عربي يعني كردي ما يعرفون اولادي، وانا ساكن ببغداد ما عندي اي شيء بخانقين، وانا ناقل بامر الوزير. نعم. يقول لي ايه مو الكتاب جاي وما اعرف شنو ماده 140. انت يا اخي انا نفوسي بالتالي اخي العزيز، بالتالي يعني معاملتك حاليا توقفت. انا يعني كملت حتى التصوير كل شيء كامل، يقول لي لا احنا ما يصيرت على ماده 140. يا باني نفوسي النقل كل المنصور اخي العزيز وصورنا. بس اسمح لي جنابك، اي هسه بما انك صورت رقم بطاقه للاستلام على الطبع، هو دا اروح دا اسلم رقم البطاقه الضابط قال لي ها لا انتم ماده 140 ما يصير يعني حتى رقم الهويات حتى يعني تصير صوره اوضح. اي اللي نطلبه من جنابك تراجع حاليا مكتب الشؤون الداخليه في احوال المنصور المقدم حبيب. هو خطيه مقدم حبيب ركض وياي خطيه هوايه. نعم. وتعب وياي ما قصر الرجال، الله يحفظه ويسلمه وياكم. نعم. خطيه ركض وياي وكلهم ما حد يقدر يبت فيه. هذا واجبنا. اذا تراجع مدير شؤون بغداد الرصافه حتى يعرض موضوعك امام منظار السيد مدير الجنسيه العام المحترم. راح النادي باسمك توجه الى بغداد الرصافه. بس انطينا اسمك الرباعي. محسن حسن كريم. كريم فلامرد. شو اسمه الاخير؟ فلامرد؟ اي فلامرد. نعم. انا حتى اولادي والله حتى كردي ما يعرفون، يعني ماكو مشكله اخي العزيز، ماكو مشكله بغداد. اخي العزيز يعني الموضوع وصل وراح النادي باسمك وتوجه وان شاء الله نلقى لك. تابع هذا النداء، تابع برنامج شلون للسيطره. اول شيء تفضل. اشكرك اخي العزيز عن طريقك من اداه السيد مدير شؤون بغداد الرصافه العميد زواد الصافي المحترم بخصوص موضوع المواطن محسن حسن كريم. تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع الى طلبه، كذلك اذا كانت اكو اجابه متوفره لدى المقدم حبيب ايصالها للسيد العميد المحترم ومناداتنا ضمن وقت البرنامج. سلمت؟ نعم سيدي تمر واضح حاليا سلمت. مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي حضرتك على مسمع تفضل. مدير بغداد الرصافه النداء متقطع. نعم سيدي نداءك متقطع سيدي اذا تسمح لنا. حسن كريم سيتم تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات وبامكانه مراجعه السيستم وتم اتخاذ اللازم بصفه. اشكرك. شكرا سيدي. نعم سيدي واضح حاليا وسلمت. اما بخصوص الاجابه سيدي خليكم التنسيق مع المقدم حبيب سيدي حتى الاجابه تكون جاهزه ضمن البرنامج. شكرا سيدي واضح. البرنامج شو سيدي؟ أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك السيد العميد جواد. الأخ محسن حسن كريم مراجعة قسم الشؤون بغداد الرصافة لإجراء اللازم على ولياتك. نعم. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. وياك الجريح المتقاعد حسين حامد عطية. حسين حامد عطية. حامد لحسين. حسين حامد عطية عباس. حسين حامد عطية عباس. مين تخابرنا حسين؟ أنا من بغداد. من بغداد سيدي. أهلا وسهلا بك تفضل سيدي. هاي عندي مناشدة للسيد الوزير والسيد الوكيل الأقدم ومدير قانونية الوزارة. أنت وين تداوم جنابك؟ وين تداوم؟ أنا جريح بالاتحادية متقاعد، انحلت إلى حماية منشآت ومن الحماية منشآت شفت لجنة طبية وطلعت. يعني عندك نسبة عجز كانت أكثر من 60؟ إي 60، وبعدين تفقمت حالة السيد الوكيل الحامي على صارت 90، من 60 صارت 90. نعم. رفعت مجلس تحقيق الوزارة الداخلية، رفعوا بيان رأي وكتبت القانونية لا مانع لدينا إعادة صياغة القرار المجلس التحقيقي. رفعنا المجلس التحقيقي حتى 90. ايش كتب مديرية القانونية؟ ما مشي على العلاقة السببية القديمة، دز للأمور الطبية قال سوى علاقة سببية جديدة، والله رفعناها الجديدة ما شو اسمه قال يا هذا النقيب قال يا
انت شو تسوي؟ انت مو طالع تقاعد يابا، هاي بيها حقوق الي هيك وهيك، هسه رجعها للتقاعد. والتقاعد قال معاملتك كامله ليش يرجعها لي؟ اودت البارحه كنت يمه، انا اصابتي براسي وعندي مرض الصرع الاكبر. انت موضوعك يعني صدمني الامور الطبيه اخي العزيز؟ الامور الطبيه فض ما عندي شيء اشكال. بس اسمح لي انت جنابك، بس اسمح لي موضوع الاشكال اللي عندك باي دائره؟ قانونيه؟ بالقانونيه مال وزاره الداخليه. جيد، احنا بدون ما تناشد موضوعك وصل، بس اسمح لي احنا راح نخلي اسمك بالاستعلامات اذا تقدر تحضر مقر الوزاره من جهه ملعب الشعب. تقدر؟ ايه ايه، تجينا يوم غد تحب اليوم، راح نخلي اسمك بالاستعلامات من جهه ملعب الشعب. ايه تروح تلقى اسمك السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل ينتظرك في الطابق السادس. طابق السادس؟ نعم طابق السادس في الوزاره، مدير شؤون مبنى الوزاره. واضح؟ العميد عقيل. العميد عقيل. نعم. مدير شؤون مبنى الوزارة. برنامج الشؤون للسيطرة. سيدي اسمع الجيك تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك ونادات السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص مناشدة المنتسب الجريح حسين حامد عطية عباس. تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله اليوم او يوم غد ان شاء الله. من السيطره والسجل برنامج مدير شؤون مع سيدي تومر واضح حاليا وتلمس على مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي. نعم سيدي عميد عقيل. مدير شؤون مبنى الوزاره السيطره اخي بارك الله فيك، صباح الخير عليك وعلى جميع كادر السيطره وكذلك على كادر برنامج الو شؤون. شكرا سيدي العزيز. وجميع العاملين في قناه الفرات الفضائيه وايضا كافه الاخوه المستمعين والمشاهدين. اخي بارك الله فيك، بخصوص اتصال الاخ المتصل حسين حامد عطيه عباس. للمعلومات بحال حضوره انه الطابق السابع وليس السادس، كذلك نعم السابع كافه اولياته وصحبته حتى تسهل اجراءات. اسلم تبارك الله فيك. نعم سيدي. مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي صباح الخير الله يسعدك، شكرا نعم واضح حاليا وسلمت. البرنامج يخص سجل المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا الاخ حسين راجعنا يوم غد الطابق السابع في مبنى الوزارة، وكذلك تجيب كل أولياتك وياك وإن شاء الله راح يقدم لك العون والمساعدة السيد مدير شؤون مبنى الوزارة. نعم شكرا لك يا سيدي عميد عقيل. للأخ حسين طبعا تقدر تراجع اليوم أو باكر إن شاء الله تعالى بتكيد. مع كل الثبوتيات. اتصال والشؤون تفضل. قطع الاتصال. اتصال آخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. شلونك سيدي العزيز؟ خليك الله أخوي الكريم. سيد احنا الشريحة 2017 و2018 فاحصين؟ فاحصين؟ فاحصين 2017 2018 نعم. قبل ثلاث ايام قالوا الوزير يستبعد جماعه السيد الوزير القانوني. احنا دائما هذا الموضوع انطرح اكثر من مره ضمن البرنامج، واحنا دائما نقول اعتمدوا المواقع الرسميه الخاصه بوزاره الداخليه. نعم. وعدم اخذ الاخبار من مواقع غير رسميه وغير رسميه. نعم. وغير معروفه، اغلبها مواقع وهميه تبث اخبار لغرض المتابعه والتعليق والمشاهده. اذا الاخبار الصحيحه اسمح لي جنابك، الاخبار الصحيحه تاخذها من موقع مديريه اداره التطوع. حريصين على تقديم هذه الاخبار والمتابعه مستمره أول من قبل. نعم. الوزاره ومن قبل السيد مدير اداره التطوع اللواء حسين نعمان المحترم. تحياتنا. فانت تقدر تتابع موقع التطوع اخي العزيز، شكرا لك ولاتصالك. يعني عدم تداول الاخبار ضمن المواقع غير رسميه، اخبارنا موجوده في مواقعنا الرسميه. تحياتنا. نعم. اخوي المتصل شكرا. اتصال والشؤون تفضل. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير عليك وعلى مقدم محمد. شكرا. اهلا وسهلا بك جميع الكادر الله يحفظكم. عندي مناشده من خلالكم الله يحفظك استاذ. انطينا اسمك الكامل. اين استاذ؟ انا محمد عبد الله جاسم. محمد عبد الله جاسم تفضل اخي العزيز. محمد عبد الله جاسم تفضل. استاذ من خلالكم احب اناشد لمديريه المرور العامه والدوائر المعنيه الى البلديه اي داره معنيه بخصوص اكو طسه نزلت جسر الجادريه. نعم. يعني من جهة الجادرية باتجاه السيدية السيد الراجع السيدية. نعم. أكو جاين من هاي الجوائز. صحيح قرب الفندق اللي دين بني جديد. الفندق الجديد أكو. نعم. جاين صار لحدود الأربع أشهر أو أكثر. نعم. يعني دي يسبب زخم بصورة مو طبيعية وأعتقد الكل يعني مرين هذا الطريق. نعم. زخم بشكل مو طبيعي قاعد يصير بسبب هذا الجاين صار لأكثر من أربع أشهر. فمن خلالكم أنا أناشد المديرية العامة للمرور البلدية الدوائر المعنية المسؤولة على هذا
الموضوع. إذن هي مناشدة كذلك مو فقط للمرور، حتى لأمانة بغداد، لكل المعنيين. صحيح أنه أكو هذا الجوين الخاص بجسر الجادرية باتجاه منطقة البياع، هذا اللي يسبب زخم ضمن هذه المنطقة. راح نوصل مناشدتك للسيد مدير شؤون بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم، وإيصالها إلى السيد مدير المرور العام المحترم للتنسيق مع الدوائر المحلية. نعم شكرا لك محمد، تحياتنا لك. برنامج ألو شؤون للسيطرة. أمر سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز عن طريقك منادات السيد مدير شؤون بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المواطن المتصل محمد عبد الله جاسم. حسب ما يخبرنا أنه أكو جوين ضمن جسر الجادرية يسبب زخم، يعني متعرض لأذى وكسر هذا الجوين، سبب زخم على مرور العجلات ضمن هذه المنطقة ويسبب حوادث. إيصال هذه مناشدة للسيد مدير مرور العام المحترم بخصوص المتابعة مع الجهات المعنية. استلمت؟ نعم سيدي واضح حاليا استلمت. مدير شؤون بغداد الرصافة شو سيدي؟ مدير شؤون بغداد الرصافة أخي أشكرك الله يبارك بجهودكم. نعم سيدي. أنا مسمع من الأخ محمد عبد الله جاسم بخصوص مناشدة، سيتم الاتصال بمديرية المرور العامة كذلك بالاتصال بالأخ اللواء مدير المرور العام وإجابتكم. أشكرك بارك الله فيك. نعم سيدي. نعم سيدي شكرا. واضح حاليا برنامج المعلومات. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد جواد، تحياتنا لك. اتصال اخر مدير شؤون بغداد الرصافه. نعم سيدي تفضل. تفضل سيدي عمر. تفضل سيدي العزيز عميد جواد المحترم. في اجابه من الحلقه السابقه. نعم. المفوض على حسين الدعير صالح المنسوب الى قوه حمايه مديريه الاحوال المدنيه والتوابط الخامس، بعد المداوله مع السيد اللواء مدير الجنسيه العام تمت الموافقه على طلبه اصوليا. اشكرك الله يبارك بجهودكم. شكرا سيدي لمتابعتك. شكرا سيدي. واضح حاليا برنامج سيدي المعلومات. تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم وجميع النداءات، شكرا بارك الله بك. اذا المواطن علي حسين دعير صالح كان عنده طلب في الجنسيه العامه، تمت الموافقه اصوليا. شكرا لك سيدي عميد جواد، تحياتنا. نعم. اتصال والشؤون تفضل. الو الشؤون تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك. تحية حب وتقدير للمقدم محمد ومقدم سيف المبدعين. شكرا لك اخي العزيز الكريم. من خلالكم خلال برنامج الشؤون اللي يعني بشان المنتسبين والمواطنين. نعم. من خلال برنامجكم الكريم اقدم مناشده الى وزير الداخليه وسيد الوزير المحترم. سيد الوزير المحترم. احنا اخي العزيز يعني حتى يصير عندك علم، احنا المناشده نسمعها بدون ما تذكر اي اسم جنابك. تفضل. بدون ذكر اسماء. نعم. ان شاء الله. نعم. هي مناشده عامه خدمه. تفضل. نعم تفضل. احنا من سكن حي السلام السكني. نعم. لمجمع حي صدام سابقا. نعم. كانت اكو سيطره باتجاه حي الجهاد. تقدمت هاي السيطره قبل الاستداره اللي تستديره طبيها على المجمع السكني. صحيح. تسبب زخم مروري كلش يعني. اتصور هاي السيطره كانت تابعه سابقا الى اللواء السادس شرطه اتحاديه. نعم اللواء حاليا استلم لواء اخر. نعم نعم. فتقدمت هاي السيطره صارت تقريبا ثلاث ايام او اربع ايام بسبب زخم مروري خاصه الصبح اكو مدارس تابعه ل بالحي السكني فتحه المنهل. نعم. خطوط الطلاب خطوط الموظفين يصير زخم كلش قوي. يعني سابقا كانت السيطره بعد المداخل، حاليا صارت بالوسط. صارت بالوسط قبل الاستدارة. بين السيطرة يعني بين الجامعة السكنية. الاستدارتين. نعم. بين الاستدارتين. نعم. يعني اللي يريد يطب يستدير ويطب المجمع السكني ما يمر على السيطرة. هسه اللي يمر على السيطرة يلا يستدير ويدخل. المدخل المدخل للمجمع السكني بنقطة؟ بنقطة موجودة سيارة همر تابعة للشرطة الاتحادية. يعني موجودة نقطة لهذا المجمع السكني همر وحمر. نعم. نعم موجودة ثم موجودة منتسبين على البوابة. شكرا لك اخويا شكرا. احنا من خلالكم احنا نوجه ندائنا ان شاء الله راح توصل رسالتك ومناشدتك للسيد مدير شؤون الاتحاديه وبدوره يوصلها للساده المعنيين ضمن هذه المنطقه. تابع هذا النداء. برنامج ألو شؤون للسيطره. تفضل سيد عمر. اشكرك اخي العزيز عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخليه بالشرطه الاتحاديه العميد محمد المحترم
فيما يخص مناشدة المواطن ضمن منطقة حي السلام. حسب ما يخبرنا انه كانت اكو سيطرة سابقا تابعة للواء السادس الشرطة الاتحادية، هذه السيطرة كان مكانها بعد مدخل المجمع السكني. حاليا استلم لواء جديد للمنطقة، تم تقديم هذه السيطرة مسافة 200 متر اصبحت قبل مدخل المجمع السكني. يعني حسب ما يدعي المواطن هذا التقدم بالسيطرة سبب زخم بدخول العجلات وزخم ضمن التقاطع ضمن هذه المنطقة، علما أنه مدخل المجمع السكني محمي كذلك بعجلة تابعة للشرطة الاتحادية ومفرزة من الشرطة الاتحادية. إيصال هذه المناشدة للسيد العميد المحترم وإيصالها للجهات المعنية، بارك الله بك. نعم. دوام سيدي واضح حاليا استلمت مدير حوار الشرطة الاتحادية سيدي حضرتك على السؤال. نعم سيدي عميد محمد. مدير الشؤون الاتحاديه اخي اشكرك على مسمع من النداء. راح يتم التنسيق مع الجهات المعنيه بذلك وحسم الموضوع، تفضل. شكرا سيدي العميد. شكرا سيدي واضح حاليا، برنامج الشؤون سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا صاحب المناشده اكيد سمعت النداء مع السيد العميد المحترم، راح يتم النداء مع او التنسيق مع الجهات المعنيه وان شاء الله خير. نعم ان شاء الله الخير. اتصال والشؤون. الو صباح الخير سيدي العزيز. صباح الخيرات، اهلا وسهلا بك. سيدي العزيز انا يوم 27/11 خابرتكم. 27/11؟ نعم، انا المتصل وليد خالد خلف خبر، وكانت اللي جابت طبعا تحيه طيبه للعميد عقيل. نعم. على سرعه اللي جابت سيدي عزيز. نعم. سيدي الاجابه كان من 1/6/2017. نعم، اجراءاتي مكتمله حسب كلامك تمام كان سيدي. نعم. يوم 27 خابرتكم قلت لي اجراءاتك مكتمله. نعم. الحمد لله يوم 30 جتني رساله ورحت فحصت وكملت اجراءاتي. كان كثير الحمد لله كان مستاهلين ويانا ضباط من قبل اللجان. نعم. سيدي عزيز، ولكن اني يوم وقت يوم 2017 من سجلت وقتها كان محافظه الموصل مو محرره فما طلبوا شهادات من عندنا. رحت فحصت جديد يوم 3/12 كذلك هم ما طلبوا الشهادات، وانا عندنا يعني شهاداتنا اصوليه وموجوده الشهاده، انا خايف استبعدوني اكو عندي نقص. أخي العزيز، أخي العزيز اسمح لي جنابك. نعم. بما أنه تم تبليغك بالإجراء وجيت فحصت وحدثت معلوماتك، إذا إجراءاتك ما شو مكتملة إن شاء الله. سيدي بالاستمارة نقص، يعني يبين بالاستمارة الشهادة ما موجودة، فأنا خبرت. ليش ما جلبت الشهادة معاك وقدمتها؟ سي أنا جبتها بس رغم ذلك ما طلبوا مني. إذا بما أنه ما طلبوها يعني منك، إذا لك وقت آخر إن شاء الله يطلبوها منك وتزودهم بها. إذا كان مثبت ضمن يعني الاستمارة. ما استبعاد سيدي ما استبعدوك لأن بلغوك. بما انه تبليغ هاي. نعم. اجابه كذلك بخصوص موضوعك بالتاكيد، اسمع النداء. نعم سيد عميد عقيل المتابع دائما، شكرا. يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم. نعم سيد عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي عميد تفضل. نعم سيدي. اخي بارك الله فيك، بخصوص استفسار الاخ المتصل وليد خالد، هذه المعلومات اللي دزوا عليهم مديريه اداره التطوع لاغراض لاغراض الفحص الطبي والبدني في حال اكتمال الاجراءات يتم رساله لهم مره اخرى وتسليمهم الكراس التقديم الرسمي على صفوف وزاره الداخليه، ومن ضمن مفردات الكراس هي الشهاده تأييد التخرج المدرسه او المتوسطه والاعداديه اللي تخرج من عندها هي تمليله وتأييد لانه سنه التخرج وتحصيل الدراسه. نعم بالتاكيد صحيح. شكرا للاجابه السريعه سيدي نعم واضح حاليا استلمت. برنامج الشو سيدي حضرتك على مسمع. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا على المتابعه دائما. شكرا لك بارك سيدي عميد عقيل. نعم. اخ وليد الاجابه كانت واضحه، الفحص كان طبي وبدني، هي قد تكون إجابة عامة للجميع، وإن شاء الله راح الخطوة التالية تكون تسليم الكراس ومن ضمنها ملء الشهادة. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله زين. الله يخليك أخي العزيز، أهلا وسهلا بك. سيدي أنا اسمي ساهر محمود أحمد إبراهيم. ساهر ولا شاهر؟ ساهر محمود احمد ابراهيم. محمود ساهر محمود احمد ابراهيم تفضل اخي العزيز. لا تفضل سيدي. انا فحصت 2017 وقبل كم يوم دزت علينا اداره التطوع اعاده فحص. نعم. رحت للفحص وكملت، فبالاستماره
كاتبين ساهر محمد احمد ابراهيم، يعني معلومات هي كلها صح، اسم الام والمواليد رقم التليفون، بس اسم والدك ما كاتبين محمد. بس اسم والدي كان خطا، فانا رحت انه عدلت اسمي، بعدين قالوا لي عدلته، بس اريد اتاكد انه يعني تعدل اسمه من ساهر محمد احمد ابراهيم الى ساهر محمود احمد ابراهيم. اسمع النداء، يعني تصحيح الاسم. برنامج هل شو للسيطره؟ أشكرك أخي العزيز عن طريقك مناداتة السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل فاحص 2017، تم إرسال رسالة وتحديث معلوماته وفحص بالجديد. فقط يريد يتأكد من تصحيح اسمه، كان مثبت ساهر محمد أحمد إبراهيم والصحيح هو ساهر محمود أحمد إبراهيم، فقط التأكد من تعديل الاسم وتصحيحه حاليا. نعم سيدي واضح حاليا استلمت. مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي حضرتك على المسمع تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة بالسيطرة في ذاك الله بك على مدفع اتصال الاخ المتصل يشوف انت تفريغ موضوعه والاجابة استلمت بارك الله بك. شكرا سيدي. نعم شكرا سيدي واضح حاليا. برنامج شؤون سيدي المعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار الإجابة، شكرا بارك الله لك. أخ ساهر راح يتم تدقيق اسمك إن شاء الله تعالى، ننتظر إجابة من السيد العميد المحترم. اتصال للشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، علينا صوتك من فضلك. على مود انا عندي راتب بالرعايه ومقطوع يمكم هاي الرعايه الاجتماعيه؟ اي والله، سبب سياره باسمي، سياره مو الي ومحولها بسياره الواحد العام وانقطع راتب من سياره الواحد لحد الان. نعم، هاي مناشده احنا ما معنيين في اي مناشده. نعم تحب تناشد اذكر اسمك وتفاصيل موضوعك حتى المعنيين في اعلام الرعايه الاجتماعيه يعني ياخذون اسمك ويتصلون بينا اذا اكو حل، ان شاء الله يتصلون بخصوص الحل. تفضل. شكرا رحمه الله عزيز. تفضل اعطينا اسمك. اسمك اسمك الكامل وتاريخ قطع الراتب. رحيم طعمام علاج، انقطع بشهر الواحد السنه الفاتت بسبب تسجيل عجله باسمك والعجله متعوده لك. مدير شؤون وكاله الشرطه ان شاء الله هاي مناشدتك توصل للمعنيين. اخي تحياتنا لك اخ رحيم، نداء من السيد العقيد المحترم. برنامج الشؤون للسيطره، يتفضل السيد مدير الشؤون الداخليه في وكاله شؤون الشرطه العقيد احمد المحترم. مدير شؤون وكاله الشرطه سيد مدير تفضل. اخي بخصوص المتصل ضمن الرعايه احنا خدمتنا ان شاء الله عامه، توجيه السيد الوزير والسيد مدير عام الشؤون الداخليه. شكرا لك السيد على المتابعه. يتصل بي الاخ اللي عنده شغله بالرعايه، راح يتم الاتصال من قبلي مدير قسم التصاريح، اذا من فضلك تطلع رقم تليفوني. اشكرك ان شاء الله. شكرا للمتابعه. اذا رحيم بعد على الخط. شكرا سيدي بارك الله بك واضح حاليًا واستلمت. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على الاسماء تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله بك. الأخ رحيم بعدك ويانا على الجو؟ انقطع الاتصال سيدي، حاول انقطع تتصل بينا يعني مرة إن شاء أخرى. الله بعد البرنامج أخ رحيم اتصل بينا على الخطوط نفسها، راح نجاوبك ونعطيك رقم تليفون العقيد أحمد للتواصل وياه. شكرا لك سيدي عقيد أحمد على المتابعة. نعم. وجهودك المبذولة، تحياتنا لك. اتصال آخر والشؤون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ العزيز شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا بك اخوي. اهلا وسهلا، شكرا لك، صباحك صبحك الله بالخير، ضيفك الكريم خير وبركه. سلمك الله اخوي. مين خابرنا؟ استاذنا العزيز انا وياك والد المتقدم كرار سلمان حسين من محافظه ميسان على الدوره 69 كليه الشرطه. كرار اسمه الكامل؟ سلمان حسين. سلمان كرار سلمان حسين. نعم من ميسان. جنابك من ميسان؟ أنا من ميسان، أنا والد. أهلاً وسهلاً بيك وبكل أهل ميسان. وبيك أهلاً إن شاء الله وبيك أكثر. تفضل. أستاذنا العزيز، أنا ابني خريج وعنده تقريباً المعدل مالته 79 و17 بوينت. نعم. فانقبل انقبل بالكلية بكل الفحص وكامل المواصفات. نعم. ووجد تزكية عن طريق محافظة ميسان للمختار وانقبل ورجع وانطوه فايل وانطوه كارت. وانطوا موعد بالالتحاق. نعم. فبسبب الاستثناءات حولوه على الاحتياط وهاي صار له قطيه، يروح يجي شهد الله حتى كروه يداينها منها من العماره ويطلع بها. يعني مقبول هو وكافه الاستثناء، بس بالاستثناءات خلوه على الاحتياط يوميه باكر يوميه باكر. بس اسمعني، هو المقبول ضمن الاسماء ما يقدرون يخلوه ضمن الاحتياط، يعني اذا كان هو مقبول بالوجبه الاولى ما يصير احتياط، بس دائما الاحتياط يكون يعني فوق العدد المطلوب،
فيكونون المقبولين مطابقة يعني للشروط يخلوه ضمن الاحتياط. هو بسبب الاستثناءات استاذنا العزيز، يعني احنا من ضحايا الارهاب وعنده ومن قبل احنا راح نوصل مناشدتك للسيد مدير شؤون مبنى الوزاره. رحنا وزاره الداخليه بحدود 5 مرات ويوميا يعطونا موعد، الله شاهد، ولا عنده لا عنده لا عندنا راتب ولا عنده. احنا راح نتابع عندنا على الله وعلى هذا الولد ان شاء الله. اخي العزيز احنا راح نتابع مع السيد مدير شؤون مبنى الوزاره يعني، وراح يتابع الاسم كل الجهات مقبول حتى معدله مقبول. واضح يعني واضح ليش مثلا سبب استثناءات اجلهم على صفحه وهذا طالب واضح يعني وعنده طموح ولدي ابو كرار. اذا تسمح لي جنابك اخ سلمان، احنا ان شاء الله مناشدتك وصلت، راح نوصلها للسيد مدير شؤون مبنى الوزاره، راح يتم تدقيق اسم ابنك وان شاء الله نعرف الاجابه من السيد العميد. برنامج اهل شؤون للسيطره نعم، النداء مع السيد العميد عميد عقيل. نعم سيدي. نعم اشكرك اخي العزيز عن طريقك منادات السيد مدير الشؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل سلمان كرار سلمان حسين والد المتصل والد المتقدم كرار سلمان حسين على دورة 69 كلية الشرطة حسب ما يخبرنا ويدعي انه اسمه كان ضمن المقبولين ثم تم تحويله على الاحتياط تدقيق معاملته وتدقيق اسمه، واذا اكو اجابة يتفضل ان شاء الله ضمن وقت البرنامج. نعم سيدي عميد عقيل سلم السيطرة. نعم سيدي واضح حاليا سلمت. مدير سلمة الوزارة سيدي حضرتك على الاتصال تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزاره بالسيطره، اخي بارك الله فيك، على مسرح من والدي الاخ المتصل كرار سلمان حسين. اخي ان امكن نفس المتصل كرار سلمان حسين او والده يتوجه عليه ونستصحب المديريه اداره التطوع وكذلك العماده كليه الشرطه ونخليه يطلع على كافه الاجراء اللي خاصه بهذا الموضوع، سلمت بارك الله فيك. نعم. شكرا سيدي واضح حديث. البرنامج شوف سيدي حضرتك على الاسماء تفضل. اشكرك اخي العزيز للمعلومات الاخي حسب ما خبرنا انه مسافته بعيده ضمن محافظه ميسان وكذلك صعوبه التنقل والكلفه الماديه، ان شاء الله المتابعه تكون من قبل السيد العميد المحترم ونداء يكون له ان شاء الله. وكذلك الاخ ابو كرار المتصل اذا تحب تراجع فابواب الشؤون الداخليه نعم سيدي واضح حاليا واستلمت. مدير سلطه الوزاره سيدي المعلومات تفضل. اخي بارك الله فيك، احنا راح نرجع لاولوياته كون رقم موبايل الخاص متبقى من سجل التقديم والاجراءات مثلا راح نتصل به ونطلع على كافه الاجراءات. شكرا سيدي. شكرا سيدي للمتابعه. شكرا للجهود المسؤوله المتابعه مستمره من قبل السيدين عبد الله حاليا. برنامج الاشواق سيدي المعلومات تفضل. اشكرك على مسمع من جميع النداءات، شكرا بارك الله فيك. اذا الاخ ابو كرار الاخ سلمان راح يكون متابع من الاخ. نعم سيدي. سيدي عميد عقيل ويتصلون بك ان شاء الله. مدير شؤون بغداد الرصافه العميد جواد الصافي تفضل. نعم سيدي عميد جواد تفضل. نعم سيدي تفضل. تفضل سيدي. السلام عليكم حياتي للجميع. بخصوص اتصال الاخ محسن حسن كريم تم الاتصال بالاخ المقدم حبيب مدير شؤون الكر. نعم. تبين ان لديه موقف نقل نفوس من خانقين الى بغداد المنصوره. حاليا التعليمات ايقاف وحسب الامر والتوجيهات تم رفع مطالعه من مقر الجنسيه بخصوص المواطنين اللي عندهم موافقه سابقه من النفوس. نعم. وحاليا انتظر موافقات رسميه من المراجع. اشكرك بارك الله. شكرا سيدي. نعم واضح سيدي الايضاح. شكرا سيدي. نعم واضح حاليا استلمت. برنامج الاشهر سيدي حضرتك على مسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا هذه كانت اجابه من السيد العميد عميد جواد المحترم بخصوص الاخ محسن حسن كريم تابع اليوتيوب لسماع الاجابه، تحياتنا لك. اتصال واهل شؤون تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي متصل لرشاد عمران حسن. رشاد خابرنا عمران من محافظه بابل منطقه جبله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك وبكل اهل بابل. الله يعزك، اني جدا ممنون لك ولسيادة العقيد عبد الغفار مدير مكتب شؤون كوسة. نعم. والسيد العميد الدكتور جميل يعني ما قصر بموضوعي.
بالاتصال السابق يوم 7/12 يوم الاربعاء ليج. صحيح. يعني اب استقبال اب لابنه، ثق بالله وبرسوله. نعم هذا واجبنا وتحياتنا لهم اكيد. والله العظيم يعني دكتور جميل اخ عزيز وما قصر بموضوعي، انا حضرني مع المنتسبين اللي اطلبهم. احنا تم اخبارنا من قبل السيد مدير شؤون بابل العميد الدكتور جميل المحترم، وانت ناشدت بحلقه سابقه وتم استقبالك وتم اجراء اللازم. جدا واشكر السيد عادل غفار مدير مكتب شؤون بابل. اخي العزيز هو هذا ديدن عمل كل ابطال وزاره الداخليه ومن ضمنهم الشؤون الداخليه. يعني انا جدا ممنون وخادمهم، يعني هم اب وانا ابنه، والله استقبال اب لابنه. هذا كلامك اخ رشاد يثلج القلب. شكرا اخي العزيز. تحياتنا لكل اخوتنا ضباطنا. طبعا هذا شكرك احنا راح نوصله للسيد مدير شؤون بابل المحترم. اسمع النداء. دكتور عميد جميل. برنامج شؤون للسيطره. اشكرك اخي العزيز عن طريقك اشعار السيد مدير شؤون الداخليه في محافظه بابل العميد الدكتور جميل المحترم بتقديم الشكر والثناء من قبل المواطن رشاد عمران حسن اللي تم استقباله من قبل شؤون بابل وإنجاز موضوع اللي كان ضمن مناشدات سابقة بحلقات سابقة. بارك الله بك. برنامج شؤون نعم سيدي تمر واضح حاليا استلمت مدير شؤون محافظة بابل سيدي حضرتك على المسرح من برنامج شؤون أيضا سيدي من قبل أيضا المواطن رشاد عمران. أتفضل سيدي. نعم سيدي عميد جميل المحترم. بارك الله فيك، انا على مسمع من نداء الاخ المتصل. صباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى، صباح مفعم بالموده والاحترام. شكرا. اشكر الاخ المتصل على هذا المديح والاطراء، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شكرا جزيلا. شكرا سيد العزيز. شكرا لحضرتك سيدي نعم اواضح حاليا استلمت برنامج الشؤون سيدي المعلومات. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. مخرجنا الكريم يقول اخر اتصال والشؤون تفضل. صباح الخير مقدم سيد. صباح الخير مقدم محمد. صباح الخيرات اخي العزيز. العفو قبل فتره خابرتك باسم عامر فاضل وادي فليح. ايوه عامر فاضل. عامر فاضل وادي فليح. نعم شنو كان موضوعك عامر؟ سيدي موضوعي بس حاله للتقاعد، قلت لك رحت الارشيف وساعتها قبل ناديته على وزاره الداخليه للارشيف. نعم. فذاك اليوم انا من طلعه صار حادث وهسه انا مقعد بالبيت ما اقدر لا اتحرك ولا اروح، انا من اهل كربلاء. نعم الله يطول عمرك. احنا في كربلاء احنا في وقتها كانت اكو اجابه للسيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل. صحيح سيدي. صحيح. الصور نادانا في وقتها انه ما لك اي اوليات ضمن الارشيف؟ لا لا سيدي اكو اوليات وحالوني للتقاعد. جيد. حالوني للتقاعد وطلبوا بس الاوليات من دوريات النجده، الاوليات وقلت لك دوريات النجده يقولون المضابير كلها احترقت. هي في وقتها كانت الاجابه انه ما توفر لك اوليات. لا سيدي بالارشيف، العفو بالارشيف موجوده اوليات، وطلب عميد عقيل قال خليه يجي من ضمن الوزاره، فبساعتها من رحت من صار حادث. يعني انت اللي ما حضرت المبنى الوزاره اللي بسبب الحادث. اسمك الكامل، اسمك الكامل؟ عامر فاضل وادي فليح سيدي. وهسه رضيعتي جاي تراجع، انا ما عندي وقت تراجع لي، رضيعتي جاي تراجع، فقالوا انطينا اسمها. انطينا اسمها. اسمها انصاف فاضل وادي. انصاف فاضل وادي. وفاضل وادي. احنا اخوتها وبالخدمه. عيني تراجع، خلي تراجع مقر شؤون مبنى الوزاره من جهه ملعب الشعب، راح يكون اسمها بالاستعلامات. برنامج شؤون للسيطره. اسمعك سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز اشعار السيد مدير شؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم بتسجيل اسم المواطن انصاف فاضل وادي ضمن الاستعلامات، شكرا بارك الله بك بدون تأييد النداء. نعم اخي وزميلي. شكرا لك سيدي، إذن هذا واجبنا وديدن العمل هو أن نعمل لخدمة المواطن ومنسوبينا في وزارة الداخلية توجيهات المراجع العليا في الوزارة وعلى رأسهم مع السيد وزير الداخلية المحترم الأستاذ عبد الأمير كامل الشمري. ختام الحلقة تقبلوا تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية والمقدم
محمد علي الحسون من دارة العلاقات والإعلام، مخرج المبدع نورس العنزي، والكلمة الأخيرة لك. شكرا لك، شكرا لكادر برنامج الشؤون، شكرا لقناة الفرات الفضائية، شكرا لكل من يتعاون ويساهم بحل مشاكل المواطنين والمنتسبين على حد سواء. إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون، إلى اللقاء.